المجلس قمت ابكي، قلت لها عيوني نعمت ما اقدر، قامت تاذيني بالليل، انا كنت نايمه وحسيت بالم بهذه عيني، بحيث انه ايش اوصف لك الالم، شايفه من يطيح بعيني قزازه شلون يقزج، انا هيك كان يبز بي وياذيني. ورجع لك النظر لمده دقائق. اي منو تتمنين تشوفين؟ دقائق بسيطه، دقيقتين. يوسف الزهرة، الإمام الحجة سلام الله عليه، أمنيتي أنه أشوفه يعني مواجهة، لا حلم ولا طيف، لا كون بهذا الطريق. تشجيع أهلي أمي وأبوي قاموا يشجعوني على حفظ القرآن، وانضميت إلى منذ عمر صغير، يعني من طفولتي. أنا قلت لك ذيك الأيام، أنا يوم اللي تمرضيت بيها انا انضميت للرابطه، كان عمري 8 سنوات. احكي لنا على قضيه مرضك وعلاقه هذا المرض بالامام الحسين، احكي لنا على ذيك القصه العظيمه فاطمه. شوفي انا قبل كنت اعاني من الام شديده بعيني، واليوم هذا اليوم كنت اعاني به. شنو المشكله اللي بيها؟ المشكله انه انا عندي تليف بالعين، وعندي العصب البصري حي، بس عندي العين ما تشتغل. كنت يوميا اعاني من الم بسبب انه ليش ابكي وليش هذا، لا بعدين استمر وياي الالم، بحيث انه انا اتذكر بالمجلس قمت ابكي، قلت لهم عيوني نعمت ما اقدر، قامت تاذيني بالليل، انا كنت نايمه وحسيت بالم بهذه عيني، هاي عيني اليسرى هي اللي تاذيني. فاخوي قعد امي على اساس انه انا ردت اداوم، صادف دوامي يوم الاحد، داومت به وحضنت امي، قلت لها شلون اريد اداوم هاي حضنت امي، قالت لي باكر داوم، قلت لا خلي اليوم اكمل. انا بوقت الدوام بنهايته تخربطيت عليهم، بحيث انه ايش اوصف لك الالم، شايفه من يطيح بعيني قزازه شلون يقزج، انا هيك كان يبز بي وياذيني. بطلت من المدرسه، كان الحكي هذا بالثاني ابتدائي. انا كنت انت هذه حالتك من الولاده حبيبتي فاطمه؟ من الولاده امي. عجز الاطباء من علاجي، هذني الاطباء كلهم ملوا من علاجي، ما ظل طبيب، رحت حتى لايران بس ما فاد، ولكن بايران قالوا لي الورم عندك حميد وما ياثر عليك. تمرضيت المرض المادي اللي هو الم عيوني، والمرض المعنوي انه انا محرومه من الاخت، ما عندي ولا اخت ابدا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي